طبعاً اليوم الجو خرافي يا جماعة، خرافي يعني ثلج بس مش سقعة بالمرة. نحن الرأس بالساحة وانت لسك عم بتسبني، ما دامك ما بتحبني اللي ليش عم بتتابعني، كم من ناجح مواصل وانت الساعة بتغار مني، اصحى يا ابني وتعلم النجاح. مرحبا، اليوم الموضوع مختلف شوي عن الموضوعات اللي بنطرحها دائما في موضوعات طبية في القناة. ممكن نعتبره فلوق قصير نجاوب فيه على بعض الأسئلة اللي دائما بتطرحوها علي. إذا أعجبكم الفيديو اشتركوا بالقناة وفعلوا زر الجرس، وإذا أعجبكم هذا النوع من الفيديوهات احكوا لي برضو في الكومنتات أو برسالة خاصة كيف بدكم. شرط قبل يومين على الفيسبوك والإنستغرام سؤال وجواب، اللي بده يسألنا أي سؤال. أغلب الأسئلة كانت بتطرح موضوع، يعني كذا موضوع قريبات على بعض، فأنا بدي أتناول الخلاصة تبعت الأسئلة. أول سؤال واللي دايما بيسألوني إياه اللي هو من وين أنت وين ساكن؟ طبعا أنا ما بخبي عليكم شيء. وين أنا ساكن؟ أنا موجود حاليا في أوكرانيا في مدينة خاركوف. وهسا جينا على أهم سؤال بنسأله دايما واللي هو، أو حتى أجا بطريقة طريفة، يعني أنا عارف إنك متزوج هناك في أوكرانيا، حابب الكل يعرف هاي الحقيقة عني. طبعا أحد الأسئلة اللي أجبني وسؤال كثير حلو، شو رأيك بالسفر والعمل والدراسة في أوكرانيا؟ أنا من الناس المشجعين جدا إنك تودي ابنك أو بنتك يتعلموا بأوكرانيا، والسبب إنه أوكرانيا بتتمتع بميزات مش موجودة بكل الدول الثانية. طب بدك تيجي تقول لي إنه أوكرانيا التعليم فيها سيء والتعليم فيها رشاوي ومن الحكي كله، هذا الحكي بيعتمد على الطالب، بيعتمد على ابنك، بيعتمد على بنتك، هل هم بدهم يدرسوا، هل هم بدهم يتعلموا ولا بدهم مش. الطب أو أي موضوع ثاني إله كتبه وموجودات، اللي بده يتعلم بتعلم، واللي بدوش يتعلم بلجأ للحيال الثاني سواء حتى كان في دولة أجنبية ثانية. ناحية العمل في أوكرانيا فأنا في صدد في نقطتين مهمات. إذا أنت بدك تيجي تعمل في أوكرانيا أو تشتغل كعامل فأنا ما بنصحك، لأنه هنا الناس بنقسموا طبقتين، طبقة فوق عالية جدا وطبقة تحت. الطبقة اللي فوق هي الطبقة أصحاب رجال الأعمال وأصحاب المناصب وأصحاب الوظائف اللي هي كبيرة في الدولة. الطبقة اللي تحت هي طبقة العمال، العمال اللي بيشتغل واحد عند واحد. فهنا إيجار العامل معروف، يعني بعد ما تحسنت الأوضاع في أوكرانيا صارت الإيجارات تقريبا تتراوح من بين 400 ل 600 دولار. لكن أنت بدك تيجي هون كمستثمر تعمل مشروع، أنت تكون صاحب مدير المطعم وأنت تكون مدير المصنع وأنت تكون صاحب العقارات، بنصح كثير، وهاي فرصة ما بتكون ولا بأي دولة ثانية. والسبب رخص الضرائب وزائد رخص انك تعمل هاي المشاريع. السؤال الاخير واللي دايما بنطرح علي، شو انت ليش رحت على اوكرانيا وشو بتشتغل في اوكرانيا؟ الجواب هذا السؤال بسيط جدا وكل هون بعرف شو انا بشتغل. انا حاليا في اوكرانيا بتخصص جلدية وتجميل، بدرس طلاب كروك واحد وكروك اثنين مواضيع طبية ثانية، بدرس طلاب امتحان معادلة الاي ام ال اي. عندي مشروع حاليا صغير فاتحه، وفي مشروع ان شاء الله كبير خلال هذا الشهر راح اعملكم عليه فيديو ان شاء الله يكون مرتب، اللي هو مشروع افتتاح مركز تجميل راح يكون الاقوى في خاركوف. طبعا لهون بنكون وصلنا لاخر الفيديو. طبعا لا تنسوا تشتركوا بالقناه وتفعلوا زر الجرس، واستنونا بالفيديو الجاي. الفيديو الجاي خرافي تعليمي، هذا ثلج طبعا، بحضور أكثر من 27 طالب إن شاء الله. إذا أعجبك الفيديو لا تنسى تشترك بالقناة وتفعل زر الجرس وتحط لايك إذا أعجبك الفيديو. استنونا نشوفكم المرة الجاي، مع السلامة.